على الأقل يستفيق من إثارة هذه المباراة. الباراغواي خسرت نقطتين، واضح الأمر لأنها تقدمت أولا بهدف ليسكانو في الدقيقة 40، بعد ذلك تمكنت من إضافة الثاني عبر بينيتس في الدقيقة 49، كانت تتجه إلى فوز مهم وثمين وكبير على حساب البرازيل. ريكاردو أوليفيرا الذي انتقد كثيرا حتى في هذا الاستوديو من قبل حازم إمام سجل في الدقيقة 79 يا حازم هدف تذليل النتيجة قبل أن يظهر داني ألفيش الذي تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هدفي الباراغواي لينقذ البرازيل ويسجل هدفا مهما ثمينا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.